وللحديث أكثر عن هذا الموضوع انضم إلي في الاستوديو دكتور روبن بيركو محلل سياسي، وأيضا عبر خدمة الزوم البروفيسور محمد وتت باحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي وعميد كلية الحقوق في كلية صفد. مرة أخرى أريد أن أبدأ وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو دكتور روبن بيركو المحلل السياسي، تحياتي لك في البداية. يعني سياسيا رأينا التغريدات والتهديدات التي قام بها أعضاء ونواب في الحكومة أثناء يعني خلال انعقاد الجلسة. سؤال المليون، إذا نجحت ويعني تم تمرير أو في حال جاء القرار ضد الحكومة، هل سينفذ هؤلاء الأعضاء تهديداتهم؟ مساء الخير لك والمشاهدين. هذا مش سؤال المليون، هذا سؤال بسيط يرجع لأسس القوانين الديمقراطية الإسرائيلية وجذورها، وهي الإتاعة المطلقة لما يعني يقول القانون ويعني لقرارات المحاكم على شتى أنواعها، ابتداء من المحاكم الإقليمية وإنهاء في محكمة العدل العليا. وليس هناك أي سؤال بخصوص إتاعة لما تحكم المحكمة. وأزيد إلى ذلك في جوابي إنه ليس هناك شيء تطيع الحكومة إليه إذا يعني صدقت على يعني استمرار القانون فيا هلا بهم، وإذا يعني رفضت وأجلت أو عملت أي مناورة قضائية بخصوص القرار عن الحجة المعقولية، فأيضا ليس هناك ضرورة للإتاعة أو الرفض باتجاه يعني نتيجة هذا القرار. يعني ليس هناك يعني أي خطوة عملية ناتجة سلبيا أو إيجابيا لهذا القرار. الحياة سوف تستمر ولا وينبثق عن القرار طبعا ضروريات أخرى ويعني تنبثق عنها تداعيات أخرى، ولكن في المرحلة التي نشهدها يبدو أنه ليس هناك هذا المسألة. هذا السؤال نعم. غير مطروح على الطاولة لعدم وجود أي يعني معنى تنفيذي لهذا السؤال. إذا تحدثنا في حال ذهب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حل وسط استباقا إلى قرار المحكمة، هل هذا يعني حرفيا زعزع في الحكومة وتشكيل جديد للحكومة؟ على الأصوات، حسب الأصوات اللي نسمعها من دهليز الحكومة، هناك من يرفض تغيير الذي أي تغيير الذي من شأنه تفسير جماهيري لما يسمى يعني الاستسلام الحكومة للقوات المعارضة ولقرارات محكمة العدل والتي تتعارض مع مطامحهم للقيام بتغيير في بعض القوانين التي ترجع لصلاحيات المحكمة العدل العليا. وأقول لك إنه يعني في هذا الخصوص معظم زعماء المعارضة يدعمون التغيير ولكن لأمور وأسباب ودوافع سياسية يقفون اليوم جنبا معارضين لهذا المطلب اللي هو عقد تغييرات في المسيرة القضائية وصلاحيات القضاء، لأنه هنالك أسباب سياسية. يعني ناس أشخاص من مثل غانتس وسعر وغيرهم قد عبروا عن الحاجة الماسة للقيام بتغييرات في المحكمة العدل العليا والقوانين التي تعطيها الصلاحيات أو الظروف التي أعطت له فرصة للسحب والاستيلاء على صلاحيات. ما الذي يفضله بيبي نتنياهو؟ هل يفضل على سبيل المثال الحفاظ على هذه الحكومة عن طريق المحافظة على الحالة الفوضى التي يمر فيها والأزمة السياسية الدستورية، أم أن يريد أن ينهي هذه الفوضى ويغير الحكومة؟ ألا ما يبدو لي نتنياهو يريد الحفاظ على إنجازات الانتخابات الأخيرة وهي الأغلبية الساحقة التي فاز فيها في الانتخابات، وليس هناك سبب. وعلى حسب تقديري حتى أحزاب الائتلاف لا تريد أن تدفع إلى هوامش السياسة الإسرائيلية، لذلك يتمسكوا بما لديهم من قوة وسوف يصلوا إلى التصفية.
سيد روفن بيركو محلل سياسي، شكرا لك على كل هذه المعلومات. إذا نتوجه إلى ضيفي الآخر البروفيسور محمد وتد الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي. سيد محمد تحياتي لك. يعني بداية، كيف تقرأ ما قاله رئيس لجنة القانون في الكنيسة القضاء؟ أنكم تبثون في ملف يتعلق بكم مباشرة وبصلاحياتكم. بداية تصرفه كان مستهجن قبيل يعني ابتداء الجلسة، عندما قام بإرسال تغريدة يقول فيها أنه إذا ما تدخلت المحكمة فالبرلمان لن يسقط ولن يهدأ وسيكون له رد وإلى آخره. يعني بغض النظر عن الاختلاف وجهات النظر، في هناك نوع من الرسمية اللي يجب على بعض الشخصيات اللي بيحملوا على أكتافهم عباءات رسمية معينة، وظائف رسمية، أنه يتحلوا بها. فلا يليق يعني رئيس لجنة الدستور والقضاء والقانون أنه يعمل تغريدة من النوع وهو قاعد في قلب قاعة المحكمة، ولو كان الموضوع يعني احتراما لقاعة المحكمة، نسبة إلى كونه هو نفسه رجل قانون محامي. بجوهر الموضوع يعني خطابه كان أكثر خطاب سياسي منه خطاب قانوني، لأنه بيقول للمحكمة أنا بعترف أنه إحنا يجب علينا إحنا كحكومة وكوزراء أنه نتعامل بشكل معقول في قراراتنا، ولكن إحنا لا نريد أن يكون علينا حسيب ورقيب. أنتوا المحكمة كمان مين بيقول أنه في فيش عليكم حسيب ورقيب؟ كمان أنتوا لازم تتعاملوا بشكل معقول. وهنا الشك الكبير بين السلطتين، جاء واحد هو بحاول أنه يصور الديمقراطية وكأن نظام الأغلبية، أي أغلبية تشكل البرلمان حتى بمدى معين، هو يخلط الأوراق بين السلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية التشريعية، ويتحدث عن السلطة وكأنها سلطة واحدة، لأن النظام في إسرائيل نظام ائتلافي، فكل حكومة هي عبارة عن أغلبية في داخل الكنيسة. فبقول لهم إنه إحنا انتخبنا الشعب، مش مهم يعني أي قرار نتخذه ممكن يكون قانون، وأي قانون بدنا نسميه قانون أساس فهو بيكون قانون أساس، وأنتوا لا تستطيعون أن تتدخلوا. نعم. يعني موقف كان أكثر خطاب سياسي من ما هو خطاب قانون، لكن يتطرق عن إلى الأمور نعم. القضائية المطروحة على الطاولة. إذا سمحت لي، يعني من الواضح أن المحكمة العليا كانت تفضل أن يصل السياسيون إلى تفاهمات تعفيها من حسم هذا الملف، إلى حين يصل السياسيون إلى تفاهمات، ما المتوقع خاصة وأن رئيسة الحكومة رئيسة المحكمة حيوت يعني ستنهي مهامها خلال أسابيع؟ لا يعني هلأ أشوف، أنا تدربت في محكمة العليا وأنا أدرس القانون الدستوري، في الأغلبية الساحقة يعني تكون كل قرارات محكمة العليا، المحكمة تفضل أن السياسيين ينهوا أمورهم لحالهم من غير قرار محكمي. وكان هناك في العشرين سنة الأخيرة يعني ملفات عديدة المحكمة فيها أجلت الجلسات وأجلت الجلسات عشان يحاولوا يتوصلوا إلى تسويات معينة، ولكن في لحظات معينة اضطرت المحكمة أن تعطي قرارها. خيوط يجب أن نذكر أنه هي ستخرج إلى التقاعد في تاريخ 16/10، ولكن لديها الصلاحية أن توقع على كل قرار في الثلاث أشهر اللي ما بعد 16/10، هيك القانون الإسرائيلي. بما أنها جلست في هذه القضية والقضية هذه جلستها انتهت يعني، ونعرف أن وزير العدل ليفين يتهرب أيضا من عقد جلسة لتعيين القضاء. صحيح، وهذا أمر آخر في عليه التماس آخر، ويعني بديش أقول إنه هاي تتعلق بهاي، ولكن ممكن يكون في مناورات سياسية ما وراء الكواليس، حتى ليس بأروقة المحاكم ولكن بالأروقة البرلمانية أو الحكومية. بروفيسور محمد وتت الباحث في معهد الأمن القومي الإسرائيلي وعميد كلية الحقوق في كلية صفد، شكرا لك على كل هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لكم.